السلام عليكم. ممكن نحمل ملف المناخ او ملف الوزر اللي هو الـ EBW هنا ونقدر نشوفه بشكل 3D. يعني ممكن تيجي هنا وتروح قايل له انا عايز احمل لود وزر، او تيجي هنا وهو يجيب لك المكان نفسه وتحمل الملف على طول. يعني هقول له مثلا عايز الملف الخاص بمصر او السودان او كده، فيديني الملف احمله هنا وابدا اشوفه. وممكن تدخل على موقع انرجي بلس وزر، يبدا يجيب لك الملفات تقدر تحملها وتقدر تعمل لها ابلود على الموقع. تمام، يعني تقدر تقول له لود ويزر فايل، او ممكن تختار حاجه جاهزه مثلا كده، تختار اي دوله من الدول ديت، فيبدا يجيب لك شكل المناخ عامل ازاي في الشهور بتاعت السنه من اول يناير لحد ديسمبر، وهنا بيجيب لك درجه الحراره، وهنا بيجيب لك يعني كل المعلومات اللي انت محتاجها هيبدا يجيبها لك، بحيث انت تشوف بالشكل دوت وتعرف درجات الحرارة بتبقى أعلى في أي شهر من الشهور، وأي درجة وأي شهور بتبقى باردة. يعني ممكن تغير مثلا تقول له أنا عايز مثلا لندن، فيبدأ يجيبها لك بالشكل دوت وهكذا. وتقدر تحمل الويزر متريك، تقدر تقول له مثلا أنا عايز المعلومة ديت، عايز مثلا سرعة الرياح، فيبدأ يجيب لك سرعة الرياح طول السنة. فمجرد إن أنت تشوفها الـ 3D ده بيخليك تستوعب الموضوع بشكل أحسن. لما بتقراها أرقام بيبقى الموضوع مش مفهوم. تمام، ممكن اقول له انا عايز انيميشن اللي هتبقى عامله ازاي بالشكل دوت. طبعا انت ممكن تختار اي حاجه، مثلا درجات الحراره بالشكل دوت. ممكن تقول له طب انا عايز في الصيف مثلا او في الشتاء، وهنا تحدد السولار او اللوكال ناون. تقول مثلا عايز انيميشن، طب انا عايز السرعه بتاعتها تزيد تقل زي ما انت عايز. انا ممكن تشوف عايز تشوفها من اي اتجاه. طبعا هي معموله 3D، فما مالهاش اي معنى ان انا اشوفها من راسي او افقي او كده، مش هيبقى ليها اي معنى خالص، لازم تكون في 3D. ممكن ان تاخد سكشن معين بالشكل دوت.